السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رباعية ريما. كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تمام. اليوم حبيت أجيكم وأقول لكم شكرا ويعطيكم ألف عافية على كل الكلمات الجميلة وعلى دعمكم المعنوي وكلماتكم الحلوة. أنا مرة مبسوطة إنه عجبتكم غرفة جوليا، وحابين أنتوا تعرفوا أيضا رأي ديمتري. You wanna see, they wanna know your opinion about the room. What do you think? Well, you know, I gotta be honest. At first, I didn't really like it because there wasn't too much contrast. Mm. But once she put the small touches to it, you know, the decorative pieces and stuff, little things, it came out beautifully. It came out together very nice. It came together, yeah. So I'm glad you liked it. Yeah, because at first I went in there a little too early. That's why I لما شافها قال ايش هذا، ما في كونتراست، الجدار نفس لون الكرسي. طبعا هذا ستايل جديد، الحديثه كذا، هذا الستايل الجديد. ديمتري يحب الشيء الكونتراست، يحب الالوان المتناقضه، وهذا شيء حلو ايضا. بس الترند الحين اللي طالع الاشياء السوفت، بالذات انها بنت صغيره، ف she needs a little soft colors, you know, for girls. But because I like that so much, now we want to change Adam's room as well. So, and that was my idea. Okay. So, فيديونا اليوم هو انه حنجدد غرفة آدم. Okay? وما كان الموضوع الصعب صراحة انه اقنع، لانه هو اللي جاب الفكرة. So, now we're going to Home Depot. بس قبل ما نبدأ يا جماعة، please اعملوا subscribe و like للفيديو، ويلا ناخذكم على Home Depot. Alright, let's get started. Let's go. Alright. طيب يا جماعة، بس حبيت أقول نقطة للناس اللي بتسأل ليش آدم وما آدم. ترى آدم سألته من البداية، قلت له تبغى نجدد غرفتك زي جوليا؟ في البداية لسه ما سويت شيء في غرفة جوليا، قال لا ما أبغى، يعني خلاص لما نروح أبوظبي. سبحان الله ما شاء الله عليه، تفكيره مرة يعني زي الإنسان البالغ، بسم الله ما شاء الله. فقلت له طيب أوكي، ما تبغى زي جوليا؟ قال لي لا لا. بس بعد ما جددت غرفة جوليا وشافها كيف جديدة والشكل مرة حلو، قال لي ماما طيب وانا؟ قلت ابشر من على هالعين قبل هالعين. فقلت اللون رصاصيات على بيج على لون درجة الكحلي حيطلع خيالي. بس ديمتري يقول ما يبغى درجات الازرق. قلت له يا ابني هو ولد طيب؟ قال لا. فحنشوف اذا حنضارب ولا لا. فكرتي انه شوف الصورة هذه شيء زي كذا. I'm showing them a picture of my idea. Alright guys, وصلنا على Home Depot. طيب يا جماعة، نحتاج برش اللي هي فرشة، فحناخذ أرخص شيء عشان بس ندهن السرير. This is it. Okay. This is what? Better? Okay. Alright. Okay. ديمتري اقترح هذا النوع لاتكس. طيب الحين حنروح نشوف البينت اللي هو الألوان. سو حنختار من الدرجات الفاتحة، الرصاصي الفاتح أو البيج الفاتح. Grayish. Yeah, this is it. So how do you feel about this color? This is in the grays. Grayish. It's beige and gray. This is it's almost like a yellow. بالضبط. في لون أصفر. عندنا هنا vanished ivory، وفي هذا الأزرق اللي حنضربه في السرير، وفي لون اسمه ginger sugar. هذا I think this is a better blend with this blue. Okay, which one? You see how much this stands out? Yes. In the blue? Look at this. It blends better. This is better? Yeah. خلاص هذه هي ثلاثة الألوان حقتنا. Better contrast. Alright. All right, what sheen were we going with, and what type of paint? Eggshell enamel. Eggshell. To be this the gold. Okay, you said a gallon and a quart. And a quart. Okay. Alright guys، الحين احنا في الغرفة، حناخذ لكم كذا جولة سريعة عشان تشوفوا الغرفة قبل وبعد. طيب يلا بسم الله. طبعا هنا هذا هو الباب، كله الجدار جراي مع الخطوط هذه البيج، عملناها مع لوحات زمان واسمه كذا، فكله هذا حيروح. هذه هي الكومودين البيضة. هنا عندنا الستارة لونها
ما حنغيرها، لونها بيج بس مع الإضاءة ما أدري كيف طالع لونها. هنا جبت الستارة اللي فاكرينها اشتريتها لجوليا، طلع منها 4 فحطيت 2 هنا في الغرفة حقت آدم. بس والله هنا البنك باد شايفين في الجدار هذه الزاوية في شجرة خلف السرير، وهذا لون السرير لونه كذا أبيض على رصاصي فاتح. أوكي هنا المكتب حق آدم، طبعا حنغير ترتيب الغرفة كمان فأحفظ الشكل. أوكي ديمتري بيقول إنه أوريهم من برا عشان يشوفوا كيف الغرفة غامقة من برا ومظلمة، شايفين كيف الظلام. أنا بصراحة يعني وقتها أول ما سويتها عجبتني الغرفة، بس الحين تحتاج تغيير لأنه آدم مو بيبي، فحنازم نشيل الشجرة هذه والشغلات هذه كأنها نورسري روم يعني حقت أطفال. فيلا نبتدي، عندنا الأغراض. Yes, you ready? Come on, I'm excited. هذا this is a one day project يا جماعة، يوم واحد. That's why we need to move. Okay. So هنا عندنا الأغراض، جبنا الرول، نحتاج سكوتش تيب يمكن ما نستخدمه، عندنا أنواع رولز، هذا مرة سافت بيخلي الجدار مرة أملس، منه جبنا كبير وصغير. الكيس حق الأرض عشان ما نعدم الكاربت، هذا اللون البيج، بويا بيج. وبويا لونها ازرق على رصاصي للسرير. اوكي وايضا فرشه عشان نلون اطراف الجدار من فوق ومن تحت. اوكي يلا نبتدي. بسم الله حنخرج المكتب برا وحنخرج هذا برا، وبعدين حنسحب السرير شويه كذا في النص عشان نبدا نقدر عندنا اكسس على الجدار نقدر نلون. اوكي والستاير هذه لازم ننزلها. طيب يعني 2 في 1 ننظف ونغير الغرفة. طيب يا جماعة اتفقنا انه انا حبدأ بالحدود بالفرشة وديمتري حيسوي الشغل الجامد. طيب عشان اخلص بسرعة يلا. اوكي now we go our separate ways. يلا انا اخذ جهة وهو ياخذ جهة. Alright guys, so لونا الجدار في الجهة هذه، شوفوا معاي بس كيف هنا. Alright طبقة واحدة. Okay, one layer. الحين حنطلع الماترسات كلها عشان نبدأ نلون السرير. Okay يلا بسم الله. So حنحرك السرير حنحطه على بلاستيك عشان نقدر نلون تحت ما يعدم الفرش. Okay هنلون السرير بهذا البويا، بوريكم بس اللون يمكن ما شفتوه كويس. هذه هي الدرجة. اوكي حيطلع مرة حلو كيف مع الوال مع الجدار، مرة خطير. Six and a half hours later. Okay guys, خلصنا دوبنا after how many hours? Seven hours. 7 ساعات واحنا في الغرفة هذيك، وما شاء الله شوفوا بلوزتي خلاص انتهت.
ديمتري غير he changed his clothes because he messed it up too. So الحين it's time to reveal the room وحنخدكم في جولة وأيضا حنشوف رأي آدم. Do you think he's gonna like it? No. لأنه آدم دائما ما يعجبه شيء على طول لأنه ما يحب المفاجآت. سو خلينا نشوف رأيه. طيب إحنا متقبلين رأيه بكل حالاته بس إحنا حبينا أن نسوي له شيء جديد. Are you ready to see your room, Adam? Okay, let's go. يلا say بسم الله. بسم الله. Close your eyes. Close your eyes. Give me your hand. Close your eyes. Okay. Open. I love it. Right away. Look at that. شوفوا رأيه كيف. But first I thought it was like you just like change the whole bed. You thought I'm gonna change the whole bed? No, I thought you were like gonna make the room empty because I saw it empty. Ah yes, we took everything out so we can paint and finish the wall. Painted and rearranged. طبعا ناخذكم جولة. يلا خلينا ناخذهم جولة. جوليا جاهزة قاعدة في المكتب. حولنا المكتب نقلناه من هنا نقلناه هنا. ها I'm excited. 10 out of 10? Yeah. Alright خلاص give me back. Bravo. You happy? Okay good. See we did your room in one day. We made a challenge. We had a challenge to finish it in one day. Can you imagine? Yeah. طيب so first لما تدخلوا الغرفة تركنا الكومودينا هنا مكانها ما غيرناها بس جبنا أشياء عليها. ناقصنا هنا بس مراية لازم أروح أجيب مراية. وصراحة حبيت أن أوريكم اليوم الفيديو عشان ديمتري موجود وبكرة لو أجل الفيديو البكرة راح يكون ديمتري في الدوام فقلت خلاص. المهم حجيب هنا مراية تصير يعني دائرية. Do you want a square or circle mirror Adam over here? Circle. So circle. I like circle no, too. Square. Square? خلاص. If you want square, I'll get you square. Square? If you yeah, change your ma- if you circle. You want circle? Yeah. Okay, circle. خلاص. دائرة يبغى. حنجيب دائرة يمكن لونها رصاصي أو أسود. Okay. اكتبوا لي في الكومنتس رأيكم. أنا أتوقع أسود يطلع حلو لأنه الكونسبت شوي كذا جاي أبيض وأسود وجريش. وهنا طبعا المكتب حولناه جبناه هنا نقلناه. كان أول هنا. جبناه هنا مكان مرة أحلى وأحسن. والستارة غيرتها كان لونها تقريبا وردي أو خربزي فجبنا البيج عشان يمشي شوية كذا مع الألوان هذه الرصاصيات. فضربنا السرير لون رصاصي كذا مزرق شوية لون رصاصي فيراني نسميه إحنا. بس والله هذه تركت الفريمات هذه كان لونها رصاصي حولتها أبيض وخليت الدرج أيضا أبيض. وبس والله وجبنا هنا الشجرة. الشجرة هذه سرقناها من غرفة جوليا لأنها أنسب هنا لأن فيها الدرجات الأسود. وهناك حطينا في غرفة جوليا دب إلين ما. Hi Julia, you're still excited with your room? حطينا لها دب مؤقتا لما نجيب لها كرسي من هذا الفلافي. فما حبيت أنا أجازف لأنه آدم مو أي شيء يعجبه صراحة. فعشان كذا روح اضطرت أوري صورة في likes it or not لأنه دائما ما يحب المفاجآت. فقلت أوري صورة فكرة ونشوف رأيه. فقال لي إيوه عجبتني فعشان كذا سوينا له نفس الثيم. وبس والله فنتمنى أنه اليوم التشالنج عجبكم. واكتبوا لنا في الكومنت رأيكم وإذا عندكم أي تعليقات برضو اكتبوها في الكومنت. Hope you enjoyed the project and let us know if you like it.